سقوط قذيفة هاون. أنا الآن أصور بعد مرور ساعة أو أكثر من ساعة على سقوط قذيفة هاون بمنزلي، وما أعرف هل هي قذيفة هاون أو قذيفة من نوع آخر. بعد مرور ساعة أو أكثر من ساعة أي جهاز معني لم يحضر ولم يأتي إلى موقع الحدث، لا وزارة الداخلية بتشكيلاتها الأمنية ولا الدفاع المدني ولا أحد إجا شاف شنو هاي قذيفة هاون، قذيفة من نوع آخر، يفحصها، يعمل تشيك هنا بالمكان، شنو صنعها، جزء من إجراءاتهم وتحقيقهم غير هيك. سقطت القذيفة بعد مرور تقريبا ساعة، حياطين تفلشت، أثاث تضرر، غرف تضررت، ما حد إجا، وكأنه القضية شيء طبيعي، أمر طبيعي. طيب وزارة الصحة، الأجهزة الصحية، أحد إجا قال شبيكم، أحد مات، أحد انجرح، أحد خاف؟ أبدا. بهاي المواصفات أقول هاي علوة، لأن هاي مو مواصفات دولة. لو أكو دولة حقيقية وأجهزة دولة حريصة على أمن وسلامة المواطن تحضر على الأقل السلام عليكم يا بيكم شيء. هاي مو مواصفات دولة، هاي مواصفات علوة. من نقول الوضع الأمني يا أعزاء يا أصدقائنا يا أخواننا بالداخلية وباقي الأجهزة الأمنية، الوضع الأمني من الممكن أن ينزلق في لحظة، أصوات كثيرة تخرج، أنتم الشائمين، أنتم مجاي تساعدون الأجهزة الأمنية، أنتم مجاي تساعدون على بناء دولة من السلاح المنفلت وجماعات مسلحة وعصابات الجريمة المنظمة حاضرة وموجودة، إذن الوضع الأمني من الممكن أن ينزلق في لحظة. هذا مو هو المهم، الأهم ما بعد الحدث، بعد ساعة أو أكثر ما حد وصل بيتي أو باقي المنازل المجاورة وقال يا أخوان حمد الله على السلامة، خو ما بيكم شيء.